بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو مع بعض هذا؟ ليش معصب لأن أنا قاعد أتركه يلعب؟ لأنه صراحة ما أدري، خصم مرعب يعني، خصم مرعب. مني بيكا بالبداية طبعاً، وأصلاً تركته يلعب من البداية لأنه ما كان عندي بطايق يعني إيش ألعب. لو تشوف لي عادة تعرفون. الله يعين. كيف التخريب؟ فالكيري وميني بيكا ليه؟ مسح الثلج طبعا. تخريب في تخريب كثير. الفالكيري طبعا أكيد تخريب رسمي. المقبرة والله يعين يعني أمور صعبة شوي. عنده ساحرين والله العظيم. إجرام والله، إجرام والله، إجرام والله العظيم. تخريب إجرام واستكلاب. حسبنا الله ونعم الوكيل. بس خايف يضحك عليه، ما ادري ليش خايف بس كذا. اكيد خايف، الواحد يخاف من الطقطقة ويخاف من دمار الاعصاب زيادة على الهزيمة يعني. ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لك الحمد. تعذيب والله تعذيب. شكل واحد كبير وشي زي كذا طفشان من اللعبة، ما لومه يعني، والله ما لومه. من بداية المباراة كذا معصب. نشوف بداية المباراة يعني أكيد يعني ما راح ألعب أنا مثلا أهم بطاقتين مثلا. شوفوا كيف فالكري ومقبرة، يعني إيش ألعب؟ ألعب مقبرة كذا بالبداية أخرب على نفسي. هو كان يقدر يلعب ايضا، هو بعد يعني عنده ساحرين، كان يقدر يلعب ساحر الثلج مثلا لو بغى. انا مثلا كلها هذولي مهمة، كلها هذولي كل واحد فيهم مهم. ايش بسوي؟ اتجه للجهة الثانية. هذا اللي كان يقهرني بعد زيادة في هذه المباراة. مباريات صعبة والله، والله مباريات صعبة. لكنه كان شجاع لأنه مسلم. مسلم أكيد يعني كان مفروض يعني يكون محترم أكثر. حاولت قمت الويد جيم. اللعبة مستفزة والله، والله اللعبة دمرت أعصابنا ودمرت معنوياتنا ودمرت أخلاق العالم، أخلاق المسلمين من جد.
أخذت وقت كثير وأخذت أعصابنا وأخذت المعنوية وأخذت السلامة العقلية من جد. يعني أشياء كثير 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 أثرت فينا. كلاش رويال بدون مبالغة ترى لها أضرار نفسية من جد، يعني تقريبا يعني كثرة الخسائر وكثرة يعني أقل شيء ممكن يعني تصرف بالبيت، ممكن تسبب مشاكل مع أهلك مع أخوانك، مع تعصب على الوالدة، تعصب على أخوك الصغير مثلا بعد هذه الخسائر. يعني عدة أسباب، عدة أمور من نتائج اللعب في كلاش رويال. مباريات صعبة، تحس إنها لعبة كذا موجودة عشان تخسر، يعني جاي نبغاك تخسر، مفصلين المباريات إنه لازم تخسر. الشيء السيء هجمة الخنزير مرة صعبة تنصد، قاعد أحاول سحر كهربائي ويلا ما قدرت عليه. الحين جاب التعادل بهجمة واحدة. مرة يعني لازم نفكر رجع الخنزير. الله أعلم بس شايفين المقبرة كيف، شايفين كيف أسطورية. يلوموني فيها. ستة ستة أربعة ممكن رقم مميز يكون رقم اعتزال. هذا ب 12 دولار عشان تاخذ هذه الريات، يعني أشوف أنه كثير شوي المبلغ. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله. مثلا هذا بدولارين مثلا، ويعطيك مظهر وحركات تسلية مثلا. كمظهر برج هذا أفضل من هذا، إلا إذا كنت يعني مثلا تحب راميات السهام. هذا الألوان والشكل هذا مستوحى من راميات السهام. إذا كانت بطاقة مهمة بالنسبة لك. إلى اللقاء، السلام عليكم.